وين وصلت 19 مشروع؟ قيمة هذين 19 مشروع مليار دولار مهم. قيمتهم تخصصت من قبل رئاسة الوزراء إلى وزارة الإعمار والإسكان وزارة الإعمار والإسكان يعني مو يمكن. هي المعنية بهذا الموضوع مو بس إحنا يمنى الأرض ويمنى المخططات ويمنى التخطيط الكامل لهذه ال 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 الهندسية المخططات مالتها إيه عندها مالت بغداد ولكن الآن من يديرها كتنفيذ طيب يديرها الطرق خطة الطرق مال هاي <تصفيق> بدت يا <applause> يعني تشمل بالضبط ال 19 مشروع أيه؟ كرخور صافة تقريبا شملت كالاتي مدينه الصدر أيه؟ والحبيبيه وغداد الجديده شرق القناه تتواجه مقابل القناه الى الجميله وغرب القناه ثلاث مجسرات هذا راح تكون مجسرات تفك اختناقات بغداد موازيه للج... احنا عندنا لل... لل... بس بس محمد القاسم اللي يروح الى مدينه الصدر ويعبر القناة الجيش بس طيب واحد راح يصير ثلاثه خوات له يساعدن عندنا ايضا واحد بالشعب وواحد مدينه الصدر واحد جميلة طيب واحد بغداد اربعه العفو طيب واحد بالزعفرانيه راح يعبر من مدينة من البطل من شارع البطول الى البعيثه الان العمل باشر وبي لو بعد هذني مال مدينه الصدر العمل باشر وبي وتم افتتاح الركائز الاساسيه طيب جيد اذا تروح الكاميرا السومريه تشوف ولكن الباقيات مم. تلقى المخطط ماله مكامل الدراسات كملت آه المخططات تحتاج الى فحص تربه مو هذا مو بسرعه يعني اكو على قرار توسعة الطرق لو همه راح نشوف مجسر ياخذ اربع سنوات وخمسه لا لا استاذ راح اقول لك ان حالت مناقصات مم. واستلمت عقودها شركات بعض الشركات عربيه العفو صينيه بعض الشركات عراقيه صينيه مم. عراقيه تركيه شراكه طيب. يعني يعني مال المصفى الدوره اللي هو شارع المصافي راح يصير نفق حتى يحل مشكله المصافي جيد آه الدوره ويا السيديه راح يصير جسر يعبر السيديه، الدو السيديه جامعه بغداد راح يصير مجسر يعبر الى الخضراء طيب. ويعبر الى القادسيه والكرخ شبيهه؟ الكرخ القادسيه ثم يعبر الى ساحه مم. النسور من ساحه النسور ساحه قحطان الى ام الطبول هذا هم مجسر مجسر كامل يح يفتح يفتح مشكلة ازدحام المنطقة مال الداوودي والمنصور والقادسية كلها يفتح الازدحام مالته طبعا أنا ما راح أقول لك هذه التسعة عشر مشروع مهم. اللي هي مجسرات وجسور وجس وأنفاق وطرق حولية ما راح أقول لك هي راح تنهي الازدحام في بغداد بس هاي راح تحل نسبة 35 إلى 40% من ازدحامات بغداد